مفيش راجل دينشائي عراقي في العصر الحديث حصل على نفس المكانة اللي حصل عليها مقتدى الصدر، رجل قادر على احتلال الشارع في دقائق، ومفيش حد عنده نفس قدراته الشعبية، وعيلته ليها تاريخ بارز وكان فيها عدد من المرجعيات الدينية، اعتمد على ميراثه العائلي ومكانته الشعبية، بيقدر يحرك أنصاره بكلمة واحدة ويخليهم يدخلوا في صدامات ومعارك شرسة جدا زي ما هو عاوز، وبيوقفهم بكلمة واحدة منه، رغم تناقضاته وقراراته المتخبطة في العمل السياسي إلا إن أنصاره دايما حواليه. دخل في صدامات ومعارك كبيرة مع قوات الاحتلال الأمريكي ونجح في التصدي ليها، لدرجة إن الرئيس الأمريكي الأسبق اللي هو جورج بوش طالب برأسه لكنه فشل في اغتياله. شخصية محتاجة تحليل ووقفة، لأنه حاليا هو محور الأحداث الأخيرة في قلب دولة العراق. وقبل ما نعمل ده، شير ولايك للفيديو ده وكومنتك الجميل. أنا أحمد عبد الهادي، وإنت من حقك تعرف. اتولد مقتدى محمد الصدر في الكوفة بالنجف جنوب بغداد سنة 1974. عيلته من أبرز العائلات الدينية الشيعية في قلب العراق، انحدرت من الحجاز وفيها اتنين من المراجع الدينية الكبيرة، عمه محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة الإسلامية، وأبوه محمد صادق الصدر. والده له تاريخ طويل جدا في مواجهة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين اللي انتقده علنا أيام ما كان موجود. نفوذ عيلة مقتدى الصدر مش موجود في قلب العراق فقط، إنما أيضا في لبنان وسوريا ودول تانية. وكان جده محمد حسين الصدر رئيس لوزراء العراق سنة 1984. مقتدى الصدر هو الابن الرابع لمحمد الصدر، وله ثلاث أشقاء غيره اللي هم مصطفى ومؤمل ومرتضى. درس مقتدى الصدر في الحوزة العلمية في النجف على إيد والده. بعد الغزو الأمريكي للعراق سافر لقم بإيران عشان يستكمل دراسته. عمه محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى تم إعدامهم بتهمة التخابر مع آية الله الخميني اللي حرضه على الثورة في العراق. وخلال حرب الثمانينات كان صدام حسين بيخطط إن يكون في مرجع ديني عربي للشيعة بالعراق، لأن كل المراجع الدينية لشيعة العراق مش عرب، وتم الاتفاق على إن يكون المرجع الديني العربي هو محمد الصدر اللي هو والد مقتدى. وصدرت التعليمات من صدام حسين بتسهيل كل الإجراءات والتحركات لوالد مقتدى الصدر، وده اللي أثار حفيظة إيران اللي قامت باغتياله سنة 1989 مع ثلاثة من إخواته. اغتيال محمد صادق الصدر وأولاده كان له أثر سيء في نفس مقتدى الصدر، لأنه لحظتها كان في الـ15 من عمره، وقرر مقتدى الصدر يختفي في البيت بعيد عن الحياة العامة، لكن كان قدره أنه هو يكون الوريث الوحيد لبيت الصدر. ومع سقوط النظام العراقي وقدوم الاحتلال الأمريكي التف حوالين مقتدى أتباع أبوه، خاصة في مدينة الصدر والكوفة والمحافظات الجنوبية. الالتفاف ده كان سببه رغبة الناس في حمايتهم من الملاحقات والمطاردات بتاعة الأحزاب الموالية لإيران، وبدأت الناس تتجمع بقوة حوالين مقتدى الصدر، وبدأوا يشكلوا تيار قوي باسم التيار الصدري، وبدأ مقتدى الصدر في تشكيل جيش باسم جيش الإمام المهدي، والجيش ده أعلن مقاومته للاحتلال الأمريكي، وبدأ فعلا مقتدى يقود جيش المهدي، واللي قام يوم 4 إبريل 2004 بأول هجماته ضد القوات الأمريكية والأسبانية والعراقية في قلب بغداد والكوفة والنجف. وبسبب الهجمات ديت سقط 35 ضحية وأكثر من 200 جريح بين المدنيين وقوات التحالف وجيش المهدي. وردا على اللي حصل ده، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش إن مقتدى الصدر هو عدو أمريكا، وأمر بعملية عسكرية لقتله هو وأعوانه، وقال لا يمكن إن احنا نسيب راجل واحد يغير مسار الدول، لازم يتم محوه من على الوجود. وبدأت العملية تدخل في صدامات، والعراقيين بدأوا يلتفوا بشكل أقوى حوالين مقتدى الصدر. نجم مقتدى الصدر بدأ يزيد ويصعد، فأمر البيت الأبيض قوات التحالف بإلغاء المهمة، وده كان بيعتبر نقطة تحول كبيرة جدا في حياة مقتدى الصدر السياسية. وقررت أمريكا إن هي تسيب مشكلة مقتدى الصدر مع الحكومة الجديدة للعراق، طبعا مع تفاهم ما بين الحكومة العراقية الجديدة والولايات المتحدة الأمريكية على إن الصدر مش هيتم اعتقاله أو أذيته، لكن هيكون جزء من التفاهمات والعملية السياسية القادمة. وبعدها بدأ جيش المهدي يرتبط بالعنف الطائفي في العراق، وخلال 2006 و2007 تم توجيه اتهامات لمقتدى الصدر بتشكيل فرق موت لقتل العرب السنة والقتال ضد كتائب شيعية تانية، لكن الصدر قال إن الكلام ده ما حصلش وإن ده
كله كده، وزادت الانتقادات وحملات الهجوم ضد مقتدى الصدر وضد جيشه، خاصة بعد ما دخل في مواجهات ضد كتائب شيعية أدت في مرة من المرات لسقوط 50 شيعي. وسنة 2006 كان بيعتبر العام الأكثر دموية في قلب العراق. خلال العام ده حصلت معارك وهجوم أسقط 200 ضحية في مدينة الصدر عن طريق جماعات سنية، وبعدها بدأت جماعات مسلحة شيعية في الرد ومهاجمة مساجد سنية، وخاض جيش المهدي مواجهات مع جماعات شيعية تانية زي كتائب بدر. وده كله طبعا بسبب الصراع على النفوذ في جنوب العراق، لدرجة ان كتائب بدر تحالفت مع القوات العراقية الأمنية للقتال ضد جيش المهدي، وبدأ الضعف يدب في جيش المهدي نهاية 2007، وده طبعا بسبب زيادة أعداد الجنود الأمريكيين في قلب العراق. فاضطر مقتدى الصدر ان هو يحل جيش المهدي في أغسطس 2008 بعد مواجهة كبيرة جدا مع قوات الأمن العراقية في البصرة، واللي سقط بسببها 2000 ضحية و1000 جريح من جيش المهدي، واللي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار برعاية إيران. ولما الدنيا بتضيق بمقتدى الصدر بيهدد ما بين الحين والآخر إن هو هيصح جيش المهدي مرة تانية، لحد ما في سنة 2014 ومع اجتياح تنظيم داعش الحدود العراقية من سوريا والسيطرة على أجزاء كبيرة من شمال العراق، أعلن مقتدى الصدر عن تأسيس سرايا السلام للعمل طبعا على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من القوى الظلامية. وفعلا لعبت سرايا السلام دور كبير جدا في محاربة تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين وتكريت، وشاركت في هجوم موسع لتحرير الموصل من قبضة داعش، واشتغلت سرايا السلام مع القوات الأمنية العراقية في القتال ضد تنظيم داعش. وبعد ما تراجع دورها شوية بعدها رجعت سرايا السلام للظهور مرة تانية في أغسطس 2022 خلال اشتباكات المنطقة الخضراء مع قوات الأمن. وبسبب المواجهات اللي حصلت ديت أعلن مقتدى الصدر اعتزاله الحياة السياسية نهائيا، والإعلان ده ما كانش الأولاني من نوعه، لأن مقتدى الصدر سبق وأعلن عن قرارات زي دي أكتر من مرة. يعني مثلا في سنة 2013 الصدر قرر يعتزل الحياة السياسية وقفل مكتبه الخاص في النجف، والسبب لحظتها انهيار الأوضاع الأمنية وتصرفات بعض العناصر المحسوبة عليه. وفي 14 فبراير سنة 2014 أعلن أيضا اعتزاله العمل السياسي وحل طياره وقفل المكاتب بتاعته، لكن اعتزاله ما طولش زي كل مرة، لأنه بعدها شارك الطيار الصدر في الانتخابات البرلمانية في إبريل 2014 وفاز ب 34 مقعد باسم كتلة الأحرار. وفي 20 إبريل سنة 2016 قرر مقتدى الصدر تجميد عضوية كتلة الأحرار في البرلمان، وأصدر بعدها قرار بإغلاق مكاتب الطيار بتاعه في كل العراق وتحويلها لمساكن للفقراء. وفي ديسمبر 2019 أعلن مقتدى الصدر عن غلق المؤسسات التابعة له لمدة سنة. وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021 أعلن مقتدى الصدر إن هو مش هيشارك في الانتخابات دي بالمرة، وقال إن هو سحب إيديه من إيد المشاركين في الحكومة، وقال لحظتها إن الوطن أهم من الفاسدين، لكنه رجع في قراره وشارك في الانتخابات دي اللي فاز فيها بالعدد الأكبر من المقاعد واللي وصل ل 73 مقعد. وبعد ما فشل في تشكيل الحكومة طلب من ال 73 نائب إن هم ينسحبوا من البرلمان ويستقيلوا، والسبب إصرار الإطار التنسيقي اللي بيضم قوى شيعية على تشكيل حكومة ائتلاف وطني، وده طبعا أمر رفضه مقتدى الصدر، وأمر أنصاره إن هم يقتحموا البرلمان ويعطلوا الجلسات بتاعته، وطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وفعلا اقتحموا البرلمان وسيطروا عليه، وبعد ما بدأ خصومه يوافقوا على مطالبه بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة رجع في كلامه وطالب بتجميد كل الأحزاب وكل الوجوه القديمة تماما. ثم فوجئ الجميع بأنه في أغسطس 2022 أعلن اعتزاله الحياة السياسية نهائيا وإغلاق كل مؤسسات التيار الصدري في مختلف أنحاء العراق، وده طبعا هيج أنصاره اللي هجموا على المؤسسات الرسمية وحصلت مواجهات كبيرة في كل مكان في قلب العراق، إلى درجة إن حصل صدام دموي ما بين المتظاهرين والقوة اللي بتحرس بيت نوري الملكي في المنطقة الخضراء وأمن الحشد الشعبي وقوات مكافحة الشغب. فردت سرايا السلام اللي هي جناح التيار الصدري المسلح باقتحام المنطقة
الخضراء وقامت بإسقاط 6 محافظات كاملة بزعم الدفاع عن المتظاهرين. فطلع مقتدى الصدر في خطاب له وقام بوقف أنصاره وطالبهم بالانسحاب حقنا لدماء العراقيين. هي دي بقى طريقة مقتدى الصدر في إدارة العملية السياسية داخل العراق، واللي دفعت خصومه إن هما ما يثقوش في قراراته واتفاقاته نهائيا. مقتدى الصدر سنة 2008 اختارته مجلة تايم الأمريكية ضمن 100 شخصية مؤثرة عالميا، وبعض الخبراء بيقولوا عنه إن هو من ضمن قوة وضعف العراق. فهو رغم شعبيته إلا أن هو مش عارف يوظف قدراته وشعبيته بشكل صحيح، وفي كل الأحوال ما نقدرش نتجاهل تاريخه وشعبيته وتاريخ عيلته، لكن أيضا ما نقدرش نتجاهل أن هو ما بيقدرش ياخد قرار صحيح في الوقت المناسب.